مرارا وتكرارا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة في مرمى النيران الإسرائيلية، والعاملون في خطر دائم. تجدد الأمم المتحدة تحذيراتها بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتحث إسرائيل على التنسيق مع منظمات الإغاثة وتسهيل إيصال المساعدة إلى القطاع. لقد أصبحت المخاطر غير محتملة على نحو متزايد. نحن نبقي في طليعة عملنا وتخطيطنا الحاجة إلى دعم المدنيين الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. تستمر قوات الاحتلال في إغلاق المعابر والطرقات. إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء 2000 مريض على الأقل من غزة بحسب منظمة الصحة العالمية، بينما لا يقل عن 10,000 شخص بحاجة إلى الإجلاء من القطاع، وأعداد أخرى يصعب إحصاؤها لأشخاص وأطفال حالاتهم حرجة يحتاجون إلى رعاية من صدمات الحرب والأمراض المزمنة. فمعبر رفح هو الممر الرئيس لعمليات الإجلاء ودخول المساعدة الإنسانية، وإسقاطها من الجو أو إدخالها من الرصيف البحري أثبتا عدم جدواهما ولا بديل من فتح المعابر، كما أورد الهلال الأحمر الفلسطيني. نعود ونكرر بأنه لا بديل عن فتح المعابر التي هي بمثابة شريان الحياة لمحافظات قطاع غزة، ومنها نستطيع إدخال الكميات الكبيرة من الشاحنات المساعدات، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضغط باتجاه فتح المعابر على الفور وإدخال المساعدات بشكل كافي إلى جميع محافظات غزة، وبالأخص مناطق الشمال التي هناك مجاعة حقيقية. الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة تحدي يواجه عمل المنظمات الإنسانية، لتستمر مطالباتها بتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بضغط حقيقي لوقف العدوان والشروع في حلول جدية تخفف الأزمة الإنسانية في القطاع.